في حاله بقى ان المبلغ لم يتم دفعه نهائيا بنهايه فتره الايقاف، ده كما هو الحال بقى عندنا احنا في القصه بتاعتنا، فانه وفي خلال او بعد ثلاث فترات قيد متتاليه يتم تحويل المساله، الموضوع كده برمته كده، وفق طلب المدعي اللي تضرر من عدم السداد الى لجنه الانضباط بالفيفا للبت فيها. يعني ايه بقى الكلام ده؟ مش انا اللي بقول ده، الايميلات الحاج جورج هيريرو، الاستاذ جورج هيريرو اللي هو مدير الشؤون القانونيه في الفيفا، هو اللي بيقول مش انا، عشان بس ايه الناس تبقى فاهمه. يعني ايه بقى الكلام ده؟ الكلام ده معناه ان كهربا اذا سدد الفلوس خلال من اليوم الاولاني لغايه اليوم الاخير في الست شهور، الايقاف يتوقف ويلعب على طول. طب اذا ما سددتش، اقصى ايقاف للاعيب ست شهور، ما يتوقفش بعد كده، لان الفيفا مش هتموته. ممكن يبقى في بعض الناس عايزه تموته، ممكن في الزيطه اللي عندنا اللي شغاله دي من الصبح في ناس عايزه تموته وناس عايزه تخلص، ممكن، لكن الفيفا نفسه مش عايز يموته. مش لانه هو كهربا اللي في الاهلي فالفيفا اهلاوي ودى الاهلي كاس العالم وهو مش بطل افريقيا وبيدار على كهربا اهو، مش كده يبقى الفيفا اهلاوي بالذمه؟ انفانتينو كده مش نعتبره اهلاوي؟ يعني هو ودى الاهلي كاس العالم تمام كده، وبيقول لك ان دوري السوبر الافريقي ممكن يتلعب بثمانيه مش ب 24 زي الاول، فياخدوا اول ثمان مصنفين ومفيش اثنين من دوله واحده، فتلاقي الاهلي برضه بيشارك لوحده. وكمان كهربا بيداروا عليه مع انه ما سددش، يبقى اهلاوي على طول الفيفا. جورج ده اهلاوي، ده واضح يعني. يعني انا بهزر طبعا. يبقى الفيفا عايز يقول ايه؟ اقصى مده ايقاف ست شهور. بعد الست شهور يلعب، مفيش مشكله. ويلعب فتره قيد ثالثه. يعني لجنة الانضباط لن تنظر في الموضوع الا بعد مرور فترة القيد التالتة من اصدار قرار العقوبة. فاحنا نقول ايه؟ العقوبة دي صدرت في مارس، مش كده ولا في امتى يا جماعة؟ مش فاكر. او الايقاف من 11 يوليو. فعندك فترة قيد الصيف اللي عدت. وبعدين فترة قيد الشتاء اللي هو هينتهي فيها ايقافه يوم 11 يناير. هنستنى الفترة قيد الصيف اللي جاي اذا اراد الزمالك انه يلجأ للجنة الانضباط. طب افرض كهربا لغاية فترة القيد اللي جاي ما سددش، يعني كهربا من يوم 12 يناير يلعب، عشان تكونوا عارفين. بس عشان كده كهربا نزل على انستجرام، وريني كده يا جماعة نزل ايه على انستجرام كهربا. هانت. لا انا كنت حاطط دي يا جماعه الصوره انا بعتها لكم بالتايم فوق، انا قاصد هل احنا عندنا الصوره بالتايم اللي فوق؟ انتوا نظفتوها وروقتوها وحمتوها مش كده؟ ظبطتوها؟ لا انا قاصد ليه؟ عشان خاطر الصوره دي نازله الساعه كام؟ كهربا عملها الساعه كام؟ الصوره يا جماعه دي انا بعتها لكم بالتايم فوق عشان انا قاصد. كانت خمسه وشويه و14 دقيقة يعني المغربية. أنا قاصد أحط التوقيت ليه؟ عشان في عز الهري والمعمعة والترندات والتويتر والفيسبوك والسوشيال ميديا والخبط والرزع والفتك والشماتة وكل الكلام اللطيف الجميل ده، كهربا نزل دي على الانستجرام، على الانستجرام الساعة 5:14 دقيقة. قال إيه؟ هانت. ليه بيقول هانت؟ عشان عارف ان 12 يناير هيلعب. من 12 يناير كهربا، وانا بقول للجمهور كله اهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي او كل الناس، احنا بنقول معلومات ملناش دعوه بالهويه ولا لينا دعوه بالانتماء. ربما وانا ما اعرفش جمهور الزملكاوي يبقى متضايق ليه من هذا الكلام،
في الاخر الزمالك هياخد حقه على فكره، نص الغرامه بفوائدها من كهربا ونص الغرامه بفوائدها من قلفش، وحتى قلفش اللي اعلن افلاسه هيتباع لملك تاني، والملك التاني بيشتري النادي مفلس بكل ديون اللي عليه. اهو 5:14 دقيقه كهروب عمل ايه؟ كهروب قال لك هانت. الله، طب انت يا ابني مش بيقولوا هو واخد الصوره من يلا كوره، حتى تلاقي لوجو يلا كوره تحت اهو، عجبته الصوره الظاهر عشان خاطر عاملين له يعني كهربا يعني، فظهر مع الشتاء بيطلع شراره اهو وفي ظهره، في ظل كل الناس بتقول ال هيدفع الغرامه كلها ومش هيلعب، وايقاف جديد، ده في ناس قالت ايقاف جديد 6 شهور جداد، تخيل. ده في ناس انا سمعتها او كاتبه مش فاكر والله، بيقول لك ده كهربا بقاله 2 سنين ما بيلعبش وهيتوقف 6 شهور كمان. الناس فسرت بقى ده بأي كهري تاني يعني، فهيقعد 2.5 سنين ما يلعبش. طب يلعب ايه بقى؟ واهلي ايه وبتاع ايه؟ وانت بتعملوا ايه اهلي يا جماعه؟ كهربا كان معار للنادي التركي، كان اسمه ايه يا جماعه النادي التركي لو حد فاكر؟ التاي سبورت. ده في الموسم الانتقالات اللي فات ده اهو، ده لعب لغايه شهر 5 اللي فات ده اهو. هتاي سبورت ده كهربا كان بيلعب لغايه شهر يونيو اللي فات، كان معار في عهد موسيماني من يناير اللي فات لو تفتكروا، ولعب لغايه يونيو ورجع الاهلي. يعني كهربا ما توقفش عن اللعب الا فتره الانتقالات اللي هي من الصيف للشتاء فقط، بس ال3-4 شهور. والاهلي هو لما رجع الاهلي في شهر 6 بعد نهايه اعارته، الموسم عندنا خلص متأخر وبعدين بدأ في شهر 10، فكهربا فاتوا 10 و11 و12، بس ال3 شهور دول، ده اللي ما لعبهمش كهربا، بس ال3 شهور، وفي يناير هيرجع تاني الملعب. فكهربا في ظل كل الناس وهي بتكتب كده قال لك هانت، لأنه إن هو فاهم اللي بيحصل ومحامينه فاهمين اللي بيحصل. المهم الناس أخدت تصريحات منهم الحاج عامر حسين، والحاج عامر حسين ملوش دعوه، يعني ما تيجي تقول لي طب جمال علام واتحاد الكوره وليد العطار وعامر حسين، اتحاد الكوره ملوش دعوه، اتحاد الكوره رايح له سي، للعلم ده كهربا مقيد اصلا في قائمه الاهلي، يعني اتحاد الكوره ملوش علاقه باي، يلعبوا الاهلي ما يلعبوش اتحاد الكوره لن يعترض، لان لو لعب بشكل خاطئ اللي هيدفع الثمن الاهلي، اتحاد الكوره ملوش دعوه بالقصه دي اصلا. قال لك الحاج عامر حسين قال ان ايقاف جديد لكهربا 6 شهور، اللي هو عجباه فكره الايقاف الجديد لكهربا، فحطك انا ما حبيتش على فكره اجيبه ولا ازيعه. تصريحات نزلت في اماكن واصدقاء ومواقع منسوبه للحاج عامر حسين، ما انا ما حبيتش احطها لانه كان كلام مش سليم، يعني ان كهربا هيتوقف 6 شهور جداد، فاضطر الحاج عامر حسين يطلع يصلح الكلام ده. عندنا يا جماعه التصليح بتاع الكابتن حاج عامر بقى بتاع في الجول ده، ابعته لكم دلوقتي عشان خاطر برضو ايه الراجل برضو الحاج عامر الصقت بيه حاجات، مش دعوه سواء اتحاد كوره او عامر حسين بشخصه او اتحاد الكوره كمؤسسه، ما لهاش علاقه بالقضيه دي اصلا، عشان الناس ما تهريش اللي طلع قال لك اصل اتحاد الكوره زملكاوي، واللي يقول لك اتحاد الكوره ضد الاهلي ويقول لك اصل في ناس في اتحاد الكوره اهلاويه وضد الزمالك، اتحاد الكوره ملوش علاقه، عشان بس يبقى كلامنا واضح.